اقتراح المخرج مؤمن الملا، هو مخرج حساس وراقي، وحقيقة أنا حبيت هذا الاقتراح جدا، والحقيقة هي لفتة حلوة منه وبشكره عليها. واللي سألني إنه هو والدك الحقيقي، كيف والدك الحقيقي؟ طبعا والدي الحقيقي، لأنه مو بالتمثيل، يعني بالتمثيل بيكون الوالد شخصية من الممثلين، أما بالحقيقة فهو والدي الحقيقي. وللي سألني للمرة الألف ليش كنيتي غير كنية، فهي كنية فنية مثل كتير من الفنانين بالعالم.